في كلامك يا سلمى فعلا ان انت بتفكرينا طبعا بالجراح القلب الكبير العالمي الدكتور مجدي يعقوب، لان هو طلع في كذا برنامج وفي كذا تصريح ان هو فعلا يا جماعه عايز تقي قلبك، ابعد عن الحزن، ابعد عن الضغوطات، ابعد عن اي حاجه بتواجهنا سلبيه، وحاول فعلا حافظ على الحب اللي جوه قلبك، على طبيعتك، على كل حاجه انت اتعودت ان انت تعملها في سلام نفسي بعيد عن اي ضغوط. حاول ابعد عن الضغوط وحاول اهرب من اي مشاكل، ان انت ما تاخدش كل حاجه كده يقول لك ايه على قلبك. لا ففي الاول وفي الاخر دي حاجه مهمه. هي بص، الفكره كلها يعني بحس انه حلو انه الانسان يحب، ولكن الاحلى ان هو مش قصه ان هو يحب نفسه، ولكن احساسه بمشاعر الحب نفسها. صح. يعني ممكن ابقى بحب شخص وابقى مخلصه له وابقى متعلقه بيه، ولكن ما يبقاش الشخص ده بالنسبه لي هو الحياه، ان هو لو مش موجود انا اموت، يحصل لي مشاكل نفسيه، يحصل لي مشاكل جسديه، يعني ادخل بقى في الدوامات دي ليه؟ طب ما انا احب مشاعر الحب نفسها، سواء للشخص ده او لغيره، لحد من اهلي، لحد من زمايلي، لحد من صحابي، او حتى لشخص جديد مع بدايه جديده، ما اوقفش حياتي اقول اصل الاحساس ده عمري ما اعيشه تاني. لا، عادي بنعيشه تاني وتالت ورابع وزي اي مشاعر في الدنيا يعني. طيب حلو الحب. حلو جميل. حلو صح. جميل الحب. طيب يعني ده كان كلامنا النهارده يا جماعه عن هذه الدراسه الحلوه الغريبه العجيبه، ولكن يعني ما حدش يقدر ينكر فعلا انه المشاعر الحلوه نفسها بغض النظر سواء حب بقى او اي مشاعر لطيفة الإنسان بيحس بيها بيكون ليها تأثير كبير جدا على صحته النفسية والبدنية. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن فعاليات مايكرو تياترو الملتقى الثالث. خليكم معانا.